تحت عنوان الشباب رافعة التعايش، أقام مركز منارات ندوة فكرية بمشاركة أكاديميين وجامعيين قدموا رؤيتهم حول التسامح كمفهوم للعيش المشترك. بالرغم من ظلم ذوي القربى والآلام التي أوجدوها في البلاد باستدعاء العدوان الخارجي، ما يزال الكثير من شباب اليمن يطلقون دعوات التعايش والتصالح، حيث نظم أكاديميون وجامعيون ندوة فكرية بعنوان الشباب رافعة التعايش، شددت على أن اليمنيين دعاة سلام دون أي عملية تفضي إلى الاستسلام. أكد أن احنا دائما مادين أيدينا للسلام، والسلام السلام القوة مش سلام الضعف. فالشعب اليمني أكثر من 20 شهر وهو صامد، بل نحن نكبد عدونا خسائر لا تحصى ولا تعد، سواء الجانب العسكري والجانب الاقتصادي. ونحن نقول دائما دعوتنا للتسامح والتصالح مع أبناء اليمن سواء في الداخل أو في الخارج. أطروحات ومداخلات الباحثين والأكاديميين في الندوة أكدت في مجملها ضرورة العمل بمقتضيات العلم والإجراءات المنهجية البحتة من أجل تشخيص المشكلات التي يعاني منها المجتمع وتضييق الفجوة الناجمة عن الاختلافات والخلافات القائمة. بالعلم والفكر والقلم، أو بل عين أن نتعلم، عين أن نعرف العالم أننا هنا موجودون. نحن شباب كطلاب ندعو بالتعايش بالسلام، قد تكون هناك وجهات ونظر أخرى، ولكن نحن كمبادرة ندعو للتسامح والمصالحة بشكل عام. الحديث عن السلم والسلام في اليمن هو منطق الشعب اليمني منذ بداية الأمور، وما نحن عليه اليوم من دفاع عن النفس ما هو إلا لأجل السلام ولأجل التعايش. نحن ندعو الآخرين إلى السلام وندافع عنه، وتلك هي منطق، وذلك هو منطق العدالة ومنطق الخير والنماء لهذا البلد ولغيره من الشعوب. التصالح والتعايش بين أبناء الوطن الواحد، ورفض الصراعات والكراهية، والعودة إلى جادة الصواب، وتغليب لغة السلام على لغة السلاح، مفردات مهمة ينشدها الجميع، ويتطلع الشباب من خلالها إلى رسم ملامح مستقبلهم والمساهمة في بناء وطنهم. تامر عبد الوهاب، اليمن اليوم.